مسلسل فيلا 66 بطولة لا عاد لا تقولين هذه اللي كنت تقولي لي ما ادري شلون تعرف كل اللي تسوينه سارة الجابر حلقة هتجيبوا حلقة خضار في البيت الحين ما بتجوزون عن الحلطمة والمناقر سمر فرج طيب 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 ايش فيك خير ليش متوترة لهالدرجة غادة العلي سيبك من الغراميات وخلينا في اللكاعة ديمة حسين وين رايحين تعالي يا اختي المسألة بسيطة على بالك انها درس كيمياء نوف الحمود تأليف سعيد الأحمد وحناء حجازي إخراج ضيف الله الرازي يا ألاء تعالي تعالي ولا قلت هونت مع دبيت انتي نادي لي لمياء ليش يعني يا خالة ما احنا قد المقام لا يا بنيتي وش دعوة بس الشغلة يبيلها أحد سنع ويفهم في الطب ودكتور ترى يا خالتي لمياء ممرضة يعني مو دكتورة بس أهم شيء إنها تعرف تعطي وبر أنتي تعرفين تعطي وبر يا نوال خير خير يا خالة آلاء تقول تبغيني ضروري إي والله يا حبيبتي بغيت أسألك عن أحسن نادي رياضي أبي أسوي رياضة والله يا خالتي أنا ما أعرف نوادي بالرياض بس إذا تحبي أسألك زميلاتي بكرة وليش تسألين لمياء هذي آلاء قدامكم كل يومين ثلاثة وهي طالعة تقول رايحة النادي اسألوها ها؟ أيوة لا الله يهديك يا نوال ضحكتيني أنا يا شيخ أروح النادي الأدبي مو رياضي لا والله من متى ما شاء الله والثقافة تخر منك إي عاد تتذكرين آخر أمسية شعرية طولنا فيها مرة الله يهديهم بس تتذكرين ولا ذكرت الحين لكم ساعة وانتوا قاعدين تخربطون على راسي وتلمزون ببعض ولا استفدت منكم شيء ما قلتولي أروح أي نادي وشو لنادي يا خالتي تعالي تعالي نمشي بالممشى كل يوم أنا وانتي والبنات بعد لا 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 يا نوال أعوذ بالله أنا أمشي بالشارع مع الرجاجيل لا 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 استغفر الله اسمحي لي يا موضي انتي أكثر وحدة فينا محتاجة تمشي ايش قصدك ما تقصد شيء بس يعني صاير وزنك زايد شويتين حبيبتي يعني باين ان الفطاير والحلا حق المدرسات مسوي بلاوي ايه انا تبان فيني نعمة ربي مو زيكم مدري وين يروح الاكل اللي تلهمونه مو لو انت تيجي ترقصي معانا كل يوم انا وزهرة كنت حركتي بسبوسة المدرسات اعوذ بالله منكم يا الاء انتم شياطين الانس اللي تزينون الحرام بس وجع ان شاء الله ما حشمتوني وانا قعدت بينكم كل شيء تقلبونه عليكن الحين انا بسوي رياضه انتوا شو اللي حارق رزقكم والله معاكي حق يا خاله ما عليش احنا زودناها فعلا خلاص عادي يا خالتي بكره كنا نروح الممشى سوا ايش رايك لا تحاولون خلاص مع ادبي اصلا غيرت رايي وماني برايحه الممشى بعدين ماني بحب الحر بس الجو حلو يا خاله هالايام قلت لك ماني برايحه يا نوال يعني ماني برايحه اخرتها اقوم امشي وسط هالبشر وهالناس زي المهبل لا ان شاء الله بالعكس يا خاله والله الفكره مره رهيبه خلاص ما سمعتوا الخاله وش تقول ما تبي تروح هي صادقه باخر عمرها تقوم تمشى بالشوارع اخر عمر الشيطان يا مال الضارب يا اللي ماني بقايلته بس يا امويضي بعدين انا توني شباب اقول قومي قومي بس قومي سوي الشاهي ولا تجيبين الكيك بنسوي رجيم انا وياك ومع ادبي الكبشتين وهذا حقكم مشاكل الحريم ما تخلص تبي تسمعها خليك على الموضوع